هذه أختكم في الله من ليبيا، استعرضنا بعض من أسئلتها في الحلقة الماضية، بقي لها جملة من الأسئلة في هذه الرسالة. تقول فضيلة الشيخ: الشخص الذي تورط في بناء بيت بقرض ربوي، كيف تكون التوبة في مثل هذه الحالة مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله حرم الربا وتوعد عليه بأشد الوعيد، فمن فعله أن أخذ الربا إن كان مستحلا له فإنه كافر، وإن كان غير مستحل له فإنه فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب. وعلى كل حال التوبة تجب ما قبلها، سواء استحله أو لم يستحله، فيتوب إلى الله عز وجل مما فعل توبة صادقة وتوبة صحيحة. وإذا استعمل الربا في بناء أو في أكل أو شرب أو غير ذلك، فإنه يخرج المبلغ، قدر مبلغ الربا يخرجه ويضعه في مشروع من المشاريع العامة التي ينتفع بها ليتخلص منه. فعلى السائل أن يخرج مقدار الربا الذي بنى منه البيت فيضعه في مشروع عام انتفع به، نعم، مع التوبة إلى الله عز وجل.